اخوتي، ما انا اخوان اخوتي تبارك الله عليك. صباح اخوان اخوتي بخير. ودي اخوان اخوتي، ما انا صراحه زعما في السوجي هذا تاع لي زالجيريان سون انستالي او ماروك، والله العلي العظيم ما غسلت يدي اخويا، غسلت يدي نيش انا بها. انا واحد نعرفه خويا لو تشوفه يدتست لي ماروك، هو ستا نكس باري في الجي كاع، كان في باب الزوار تماك وعايش في بلجيك، شاري ابارتمون في طنجه، هذوك لي ابارتمون تاع سوسيال في طنجه في مالاباطا هادي، الى ميم امبرونتي لارجون مع لا بانك. واش فين تزيد اخويا؟ الى اشتي شوف شراو هذيك تاع 25000 وكان باقي له، الى بخي كاع ليطاج الى امبرونتي مع لا بانك، تزيد باقي شي حاجه مع ان ما نزيد اخويا صافي. فين تزيد تهضر فين؟ غير شي حاجه ما يمكنش اخويا اخوتي تصلح سكي سباس هادو، ما يمكنش. واش عندنا اللوبي جزائري حتى في لي بونك؟ هذا بن سعيد، بن سعيد ديبلومي في التكنولوجي والهيدروفيج، واش جابك انت وزير الثقافه نتاع اخويا؟ واش ما شو كومبرون با اخويا اخوتي كاسكي سباس؟ ايوا شوف من توصل هكا جزائري الى الدرو دومبرونتي لارجون في المغرب، اما اخويا لا لا الله امرو. شوف مغربي امرو الى بال دو واش تحضروا كنايا نقول لهم انا عندي بروبليم، نقول لهم السلام عليكم جاب زو عندي 10000 يورو فوالا ما فيش دو باي، عطوني 10000 يورو، عطوني 10 ملايين في المغرب والله ما عطوني. جزائري جي مش كومبرون با، بغيت نفهم والو اخويا في هذه اخويا غوتي صراحه. كان دي بروبليم ما خيت ما نقول الصراحه هي هادي والله. شوف هاد شو راه كنشوف الميساج قبل ما معاكم انا يلاه يعني دابا زيد كنقول لك خويا شوف هادي اون بوليتيك الجيريان يبعثوا لك يقول لك ها هما يصيفطوا لك لي زونجيريان كاع يجيو يشريو، حنايا حالين فمنا او ليترونجي كيجي يشري او نحن بلد التسامح شو المغرب ياك. انا واحد شوف اخويا غادي اتون دي سي واحد 15 اون 20 تشوف المغرب واش غادي يصرا فيه، غادي يسال ما غادي تولي شتا ديك باب الحاد وغابا غابا فيل تولي ولا هذاك حي الرياض تولي بحال بارباس، غادي يبقاو لي زالجيريان يجيو يبيعوا تماك السيريا وافراس والريم يبيعوا تماك هكا والسرقه والجلده مازال تشوف لا بوليتيك اللي دارتها. شوف اللي دايرين على الكراغينا مع لي فرونسي راهم غادي يديروها مع المغرب كوبي كولي لا ميم شوز تشوف اخويا غادي، وان شاء الله ربي يطول العمر تشوف لا ميم شوز درك تشوف مازال تشوف ولادهم دوك الرهوطه تاع الكراغينا اللي راهم زايدين تماك ويهودوا اون فاكونس مع لوغ بارون تماك، مازال تشوف واش غادي يبقاو يديروا من بعد. اطون وشوف الا زادت مبكره هكذا، شوف يا سم بكرا هكذا شوف فوق لا كوب دافريك غادي يديروا لنا شي حاجه شي سروال شي سروال كاع بوحدو غادي يديروه لنا تماك لي زاجري عقل عليها اخويا. الا غات هكا فيزا حافظ الدراجي قالوا ما انا ما جاب با بروبليم انا مع المغرب اخويا انت ما خليتلناش خليت بالخوات بنات المغاربه ما خليتش الملك تاع المغرب، وهذاك عقل مزيانه هذاك غادي يجي وغادي يهود في مطار الرباط ومطار كازا وغادي يهود هكذا وغادي يستقبلوه بالورد، عقل عليها مزيان خويا قلت شنو نقول لك. وي اتفق معك، هو عبد القادر السكتر مع يوتيوبر ماروكان شتيه انت عبد القادر السكتر مغاربه كيديروا ليه لا برومو شتيها اجيت دي دوفيز من وجده من كازا من الرباط ما عرفت كيفاش ديك الدوفيز يدوزو ما عرفتش كيخلصو على برا ولا 30 مليون في وجده العالم الله شحال في كازا مي غراما سا كوت شير. ايوا هنا دايرين هاد لاباج هادي هادو دار لك وجده عاصمه الشرق و 40 مليون نسمه وقال لك تاريخ المغرب وتاريخ الجزائر مشترك وبحال بحال وانا جي با كومبرين هانتا هادي الصفحه كي دايره دير فيها المغرب 40 مليون نسمه دير الاسلام الجزائر 45 نسمه دير الاسلام جزائر مذهب مالكي جزائر رواية ما عادش ورش عن نافع عن مشاعر زاوية ورش نافع المغرب زاوية ورش نافع
اللهجة لا تكاد تتميز، اللهجة الجزائرية مع المغربية خاصة مدن الشرق كان تشابه، تاريخ مشترك، تاريخ ما عندهم مشترك، حتى الدم أغلب الأسر بينه وقرابة، قول غير من ناحية وجدة ماشي المغرب كامل. البلدين يعني ابتعدوا من الفتن وقليلا. هادو اللوبيات، هادو هما اللوبيات ديال خوا خوا اللي باغين يعمروا المغرب بالجزائريين. واحد الوقت غادي يقول لك ما كاين لا بيعه ولا ملكيه ولا والو، وعقلوا على هذا الكلام. نحن متشائمين جدا 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 لهذا الشيء اللي راه يوقع، ورا المغاربه راهم كيلاحظوا، راهم كيشوفوا هذا الشيء افي كون روغري. هذوك داك الراجل ومرتو اللي مشاو لهم يتشكى ليهم، داك السيد اللي في طنجة وكلا العصا سلخو مزيان، وداك الشيء موثق موثق، بغينا لي سويت قال لك حقا راه طلقوه، دار شي فلوس ما كان سمعت 15 مليون ما عرفتش ما عرفت. المهم ما عنديش شي حاجه انا رسميه، مي ما فهمت والو الصراحة، جي غيان كومبخي وحق الله العظيم، والله ما فهمت شي حاجة بالله. كان شي اوديوات ما نقدرش ندوزها لان فيهم الاعصاب الاعصاب. بغينا نعرفو كومون سي باسي، والله العظيم جابغي بيان سافواغ شنو دارو مع هذاك السيد هذاك اللي سلخ مغربي. راه قلنا لكم غادي يبقاو ياكلوا العصا، حنا راه علمناكم شحال من هذا علمناه قلناه. ها دابا كاع الخماج ديال لي ديزيت دو فرونس يدخلوا هنايا، شد الدري بقى يحقر فيه، بقى يصرفق فيه ويمرمق فيه ويسلخ فيه، شافو صغير. وديكم كان حدايا انا بحال هذاك، نوري ليه، غادي نوري ليه. هما راه مابقاتش عندهم الحياة في بلادهم، وما يقدروش يرجعوا يشوفوا بلادهم، راه يجيو للمغرب، يجيو للمغرب يوسخوا المغرب، يبهدلوا المغرب. لا عارفك يا خويا، تعرفني ما عندكش خوك بريفي ولا سو بريفي؟ لا. وليت عمك ماشي جدرمي؟ لا. وليت خالتك ماشي مير؟ لا. وما عندكش واحد من الفاميليا نتاعك جينينار؟ لا، ما عندي حتى جينيرال. لايف بريفي من بعد ندوزو ليكم، لان كاين اسمع هذا اللي انا لاننا عندنا راكده وتمانجين ربي يقول فمشوفي معنا كبيره وكل من رزقي. انت ما عندكش الحمص، ما عندناش العدس، ما عندناش اللوبيا، وانا حاسبين روحنا حاجه كبيره. منذ اسبوعين داروا ماتش في البليدات، غلقت البليده كامل، وقال لك شيخنا الكبير تاعنا في ذاك الوقت نقدروا نخدموا دو كوب دي موند. تكذب، تخدع في روحك، تهب في عباد الله، ماناش عارفين وين رانا عايشين. الخدايم اللي خدمتها والزبايل اللي صبرتها من قبل سيدنا محمد، وهو يقول انا الفاخر بكم الامم، واش تفخر بنا الامم؟ هيا روح للبوفاريك، ادخل على الزوج تاع النار، اذا خرجت لاباس عليك. عزابية يعني امة هذه يسو بلان، هادو للداخل، هادو يسو بلان. والخدين كيقول لك رحنا وصلنا، وتبون قال لك غادي يزرع 100,000 هكتار في اضرار، اضرار اللي ما فيها لا ما لا والو، ناشفه الماء باش تشرب الماء، لو بغيتي تحفر تحفر 2000 متر باش تلقى بير ديال الماء. ثانيه لا الاسلام لا القيم النبيله يا غيان. تشتي دابا و اون فو افواغ دي سويت. صراحة بغينا نعرفو شنو وقع، لأن راجت الهضرة، لأن الناس اللي دوك اللي سلخو داك المغربي اللي ضربوه طلقوهم، مسألة دراهم، مسألة سوالدة، ما عرفت. المهم ما نطولش عليكم، الناس مستاءة بزاف،
المغاربه مستائين بزاف على هاد الحوايج ديال ان الجزائريين ديال اوروبا راهم كيدخلوا بزاف وراهم كيعمروا الدنيا بزاف، والجزائريين ديال الجزائر وراهم كيشريو في العقار والسكن الاقتصادي. سمعت السيد قالك ما شراش غير وحده، شرا ايطاج وخدا كريدي من لابونك. بغينا نعرفوا كيس كي سو باس او ماروك، كيس كي سو باس، شنو الواقع في المغرب؟ واش ناس كيسلموا غادي نوليو بحال بارباس موبارناس، ها كليشي وبوا د بولون؟ اتونسيون اتونسيون. ودونك وما عندهم غراض ويدخلوا لك هنايا لاكوب دافريك، مازال ما انستوراوش الفيزا، ما على بالهمش بينا حنايا كاع اصلا. لوبينيون بيبليك ماروكان دوموند الفيزا بور لي الجيريان باسكو اي سون مناسون، سون مناسون، اي لير انتونسيون سون دوتوز، اي لير ريبيتاسيون سي با لا بين دون بارلي. Leur réputation à travers le monde, ils représentent 40% des prisonniers en France. Ils sont les prisonniers à travers l'Europe. Il n'y en a que des Algériens parmi l'Afrique du Nord, que des Algériens en Irlande, Danemark, Norvège, tous les pays scandinaves, la Grande-Bretagne et toute l'Europe. Et la déclaration française par les officiels, ils sont plus de 40% des prisonniers sont Algériens. Donc, إلا كان المغرب هنايا يشد الديوانة ألجيريان عندو أن بيستولي و 30 بال، زوج دخلو دي بيستولي، أون فو سافوار سو كي سو باس، كيلي لو سكخي، كيلي لو بروبلام، كيل سون، إسكيليا أن بريسيون، إسكيليا أن شونتاج، بغينا نعرفو. بالنسبة لو دوسيي ديال الألجيريان كي طباسي لو ماروكان في ميديان تي في، من بعد عينو أن نوتر عاود وحداخر، أن نوتر ألجيريان تا هو. Pourquoi les Algériens sont partout au Maroc? Ouach Mrabba Makarinch? Ouach Chérin l'Essom? On veut savoir, on en a un. Parce que, qu'est-ce qui se passe au juste? Qu'est-ce qui se passe au juste? Et pourquoi les Marocains et les Marocaines ne remplacent pas ces cadres algériens, les Khletoum de France? Les héritiers de ceux qui ont la France nous ont laissé ici et ceux qui sont venus. Les moujrimines de la charia saouda, les malayins qui sont venus ici, nous savons qu'ils sont là, et nous savons qu'ils sont là, et je pense que dans l'urgence de Maghribia, 94 débats, ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans. Donc, nous avons 30 ans, et nous avons dit qu'ils sont là, nous savons qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est contrôlé? Quel est le nombre d'Algériens qui est ici? Comment se fait-il qu'il n'y a pas de visa? Comment se fait-il que c'est autorisé alors que pour les Marocains en Algérie, c'est interdit. Interdit même d'acheter une voiture ou là, une bicyclette ou là, une moto. Je voudrais bien savoir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Bonne nuit les amis. Bonne journée. Bonne matinée.